مساء الخير يونس محمود، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. حبيبي وانت بخير وصحة وسلامة عليك وعلى اهل على كل اهل البصرة. فدوى، سعيد جدا بشوفتك. يا سعد والله نورتنا اليوم. فدوى قلبك كابتن، نقول ان شاء الله المنتخب يلعب بالبصرة. ان شاء الله ان شاء الله بالبصرة ان شاء الله.